تعز المدينة الولادة بالمفاجآت، آن لها أن تذكرنا أنها مخزن الإبداع والمواهب والعباقرة، وأنها لا تلد إلا عقولا نيرة جل همها البذل من أجل الحياة التي يبذل أبناءها جهدا من أجل استمرارها. ولتؤكد ذلك استعرضت بفخر عقل عبقري لم يتجاوز سنه 17 عام، أحمد المعمري بائع الشاي في شارع جمال بمدينة تعز، أحد الباذلين بصمت وجهد وإصرار، أبهر الجميع باختراعاته التي تجاوزت سنه وعبقريته التي تغلبت على وضعه المادي المتردي الذي لم يكن عائقا أمامه، فإصراره جعله يعتمد في صناعاته على مادة الكرتون ومحركات من أجهزة أتلفت عند الكثيرين لكنها لن تتلف عند عقل يحمل طموحات منذ صغره. همة مهدت له طريق المحاولة والتجربة ليشق طريقه بفكرة لم يصل إليها العالم إلا بعد آلاف السنين وبأموال طائلة، غير أن المعمري اكتشف نفسه بعد أن شيد بالورق طائرة آلت إلى السقوط عند كل محاولة، لكنه لم يسقط طموحه المتجذر في روحه الذي سيمكنه من إنتاج شيء فريد إذا توفرت المادة التي تعد حاجزا أمام دراسته وتطوير موهبته التي ظهرت في مقتبل أيامه. أتمنى أن نجد من يرعى هذه الاختراعات وندرس ويمكن يعني ونتطور إن شاء الله ونحول هذه الكراتين إلى أثاث متميز. استعرض المعماري اختراعاته أمام الحاضرين وشرح طريقة عمل كل آلة بدءا بالثلاجة والمكيف والمكنسة ومجسم العقرب والروبوت وآلة عد النقود والمنظار الطبي ثم الشيول والبندقية وأخرى، جعلت الحاضرين يطلقون دعوات للسلطة المحلية والمنظمات والهيئات الداعمة للمبدعين بتبني الطفل وعدم إهماله كسابقيه. موهبتك تكون شبه جاهز ورجل من العناصر النادرة في ظل وضع زي هذا واشتغل عامل قهوجي وبوفيا. وفي أول تكريم للمعمري بدت والدته مغمورة بالفرح بعد أن انتظرت هذه اللحظة لسنوات وهي تعلم بأن ولدها يمتلك قدرات لا يمتلكها الجميع وأفكارا منعت تنفيذها المادة. اليوم الحمد لله أشعر بسعادة لا توصف. ولأن أحمد فاجأ الحاضرين بترجمة أفكاره على كراتين فقد فتحت حياة الذبحاني أول أبواب دعمه، والأمل أن تفتح له كافة أبواب الحياة ليتمكن من خدمة نفسه وأسرته ومدينته. روح الحياة والأمل والإبداع في هذه المدينة عصي لا يموت أو ينكسر. دشن المعمري أول اختراعاته في زمن الحرب، ولذا إن حظي الولد برعاية جيدة وأجواء ملائمة لأفكاره سيتمكن من ابتكار أشياء جديدة ليس في المنطقة وحسب بل في العالم أجمع، لا سيما وقد جعل من الكراتين تحفة بينما يبحث عامة الناس عن الكراتين لإحراقها، وتلك أكبر فائدة عرفت في الأرياف قبل المدن. من وسط الحرب ومن بين المعاناة انطلق أحمد بأفكاره التي إن لاقت اهتماما سيكون لها أثر على الأرض. عبد العزيز الدبحاني من شباب تعز.